سيد عبد الله، هل ترى أن هناك صراعا مكتوما أو محموما بين بيراط البيرق من ناحية وسليمان صويلو من ناحية أخرى، ظهرت من خلال تقارير صحفية أو إعلامية، أم أن هذا حقيقة أكثر منها تقارير إعلامية؟ لا، هذا فقط مبالغة من الإعلام، فلا يوجد صراع حقيقي، لأن الدولة يحكمها حزب واحد، وبيراد البيرق هو موثوق به من قبل أردوغان والحزب، وسليمان صويلو أيضا هو رقم اثنين في حزب العدالة والتنمية، والواقع أن يسهل على أردوغان أن يرتب أولوياته ويرتب رجاله داخل الحزب، ولكن البيرق هو قريب أردوغان ومقرب منه، وهو يعتبر الوريث لحكم أردوغان. ويجب أن ندرك أيضا أن أردوغان من نوع القادة الذي لديهم بارانويا والمبالغة في الخوف، وهو يعتقد أن العديد من الأتراك يريدون أن يعزلوا من السلطة، لذا هو لديه مشكلة في الثقة في من حوله، وزوج ابنه هو من القلائل الذين يثق بهم، لذا هو المفضل له وهو مرشحه القادم. سيد عبد الله، هناك أيضا أحاديث بتدور حول تصعيد زوج ابنة أردوغان الآخر سلجوق بيرقدار لكي يتولى إحدى الوزارات، ربما وزارة الصناعة أو ما شابه. هل تتحول تركيا إنجاز التعبير من الحكم البرلماني إلى الرئاسي ثم العائلي؟ هذا سؤال هام. أردوغان يعرض نفسه كسلطان وليس كرئيس، وليس فقط سلطان ولكنه خليفة، خليفة الإسلام في العالم وليس تركيا فقط، لذا هو يحكم تركيا بقبضة حديدية، وكل المؤسسات يسيطر عليها أردوغان، فيسيطر على الجيش والشرطة والإعلام والاقتصاد وحتى المجتمع المدني، لذا فلا يهم إذا كان هناك نظام برلماني أم رئاسي في تركيا، لأن في نهاية المطاف علينا أن ننظر إلى التوازن داخل السلطة. الآن لا يوجد نظام برلماني، فلا يهم الواقع أن من يتخذ القرار سواء كان أي سلطة، ففي النهاية أردوغان هو من يتخذ القرار، ووسائل الإعلام لا تستطيع أن تعمل بحرية، والمعارضة لا تستطيع أن تقوم بالدعاية بشكل حر أيضا، فلا توجد ديمقراطية حالية في تركيا، وهذا مؤسف. سيد عبد الله، هل المعارضة التركية بعد صعود نجم باباجان وأحمد داود أوغلو وهذه المبارزة السياسية بينهم وبين أردوغان، هل يمكن أن تكون معارضة حقيقية أم تستمر معارضة بلا أنياب؟ إنها معارضة هامة، ولكنهم يواجهون معركة متزايدة وتحدي كبير جدا. أعتقد أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه أردوغان ليس من الأحزاب السياسية، ولكنه يأتي من الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور، وهو يسوء بالفعل نتيجة لأزمة كورونا، ومعدل البطالة يتزايد والناس تخسر وظائفها، وهذا لن يختفي بسرعة، ولهذا السبب هو
ولهذا السبب خسر أردوغان المدن الكبرى بالعام الماضي، والوضع سيسوء. ولكن الأحزاب السياسية والمعارضة قد تستغل هذه الفرصة، ويمكن أن تستفيد بها، وقد تحل مكان حزب أردوغان في الانتخابات القادمة. ولكن الخطر الأكبر هو الأزمة الاقتصادية والمالية. سيد عبد الله، يعني حدثني عن معالم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي وصفتها بأنها التحدي الأكبر أمام أردوغان. يعني الليرة الآن تخضت الدولار 7 ليرة، وهذا لم يحدث ربما من قبل، تآكل الاحتياطي النقد الأجنبي. بعد كورونا السياحة بتختلف، الأمور بتختلف. كيف يستطيع أردوغان الخروج من هذا المأزق، أم أنه سيغرق في أزمة اقتصادية بلا نهاية؟ أردوغان جاء إلى السلطة في 2002 بعد أزمة اقتصادية كبيرة في تركيا، وأنا أعتقد أن أردوغان أيضا سيذهب نتيجة لأزمة اقتصادية. كما قلت أنا، معدل البطالة يزداد بشكل كبير، والمدخرات الأجنبية تضيع بشكل كبير، وهناك انخفاض في الصادرات كبير، وهذا تحدي كبير، لأن الاقتصاد التركي يعتمد بشكل كبير على كل أنواع التجارة وعلى الاستثمار وعلى الصادرات. وفي هذا الجانب نحن لا نرى أي إشارات إيجابية، فأردوغان نجح في إفساد العلاقات الخارجية مع العديد من البلدان في المنطقة. فالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال والعلاقات التجارية معهم أفسدها أردوغان. وعلى الجانب الإقليمي هناك علاقات سيئة جدا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكثير من بلدان الخليج ومصر أيضا والعديد من البلدان. كل هذه مشكلات سياسية، لذا أردوغان بالفعل أفسد العلاقات التركية مع هذه البلدان، وكل هذا سيؤثر على العلاقات التجارية مع هذه البلدان. وأيضا الاقتصاد التركي لا يبدو مزدهر ولا يبدو مبشر، وأردوغان الآن يصاب بالفزع، أردوغان الآن يشاكس بلدان أجنبية عسكريا حتى يلهي الناخب التركي عن أزمته الحقيقية. والناس تتحدث في تركيا عن الجيش التركي، ويتحدثون عن النجاحات العسكرية التركية في سوريا وليبيا، وهذا ليس حقيقي، ولكن السبب هو هيمنة الحكومة على الإعلام والذي يضلل الشعب.